أهلا بكم. لا توجد سن محددة اجتماعيا وثقافيا أو حتى قانونيا للزواج في العراق، إذ أن الظرف الاقتصادي والاجتماعي للعائلة هو الذي يحدد سن الزواج، لا التقاليد الاجتماعية السائدة التي غالبا ما تكون مرنة بهذا الجانب. في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته كان الزواج المتأخر أمرا مألوفا للشاب أو حتى الفتاة، طبعا بسبب ظروف الحرب وما تلاها من أوضاع اقتصادية سيئة، وكان الشاب أو الشباب بمعظمهم يعملون في مجال لا علاقة لها بما حصلوا عليه من شهادات، مثل امتهان بعض طلاب الماجستير والدكتوراه ببيع السجائر أو العمل كسائقي سيارات النقل العام. أما رواتب الموظفين الشباب فكانت تتراوح بين 2 إلى 10 دولارات فقط، لذلك كان تأخر الزواج للجنسين أمرا طبيعيا، بحيث تزوج كثيرون أنذاك بين عمر 30 و45. وبعد عام 2003 ارتفعت الرواتب وتحسنت الأوضاع المعيشية للعراقيين، وعلى الرغم من هذا الموضوع طبعا وجود عقبات من نوع آخر مثل قلة الوظائف الكافية لاستيعاب الخريجين الجدد وارتفاع الأسعار، لكن الوضع الاقتصادي عموما بات أفضل وعاد إلى الواجهة موضوع الزواج المبكر، إلا أن معظم من كانوا يتزوجون بين سن 13 حتى 17 عام هم من أبناء العائلات البسيطة التي لم تحصل على مستوى كافي من التعليم أو العائلات القروية التي لا تهتم كثيرا بسن الزواج. تزويج الفتاة بهذه السن هو في الغالب أما للرغبة في التخلص من مسؤوليتها وضعها في رقبة رجل آخر كما يقولون، أو لأنها لم تكمل دراستها لأن تقاليد العائلة لا تسمح بذلك، وعليه يتوجب تزويجها كي لا تتأخر في الزواج عن قريناتها في الوسط الاجتماعي ذاته وتصبح عانس. وبما أن القانون العراقي لا يسمح بزواج القاصرين، فإن معظم عقود الزواج المبكر تتم خارج المحاكم، حيث يبرم عقد زواج قانوني لاحقا بعدما تصبح الفتاة حامل مثلا أو تتم السن القانونية. وفي الحالة الأولى أي الحمل، يصبح القاضي مضطرا إلى عقد الزواج داخل المحكمة لحفظ حقوق الطفل والأم. مشاهدينا، حتى نتكلم أكثر بخصوص موضوع تزويج القاصرات والأمور المترتبة على هذا الموضوع، طبعا الجوانب السلبية، تنضم معنا عبر الهاتف المهندسة جنان مبارك رئيس المركز العراقي لتأهيل المرأة. مساء الخير سيدة جنان، وأهلا ومرحبا بك، تحية لك في أكثر من رأي. شكرا جزيلا لك سالفة، تحية لك. بداية موضوعنا لهذا اليوم يتكلم حول تزويج القاصرات. احنا نعرف اليوم بدنا نشوف ظواهر، طبعا هي هاي الظاهرة موجودة، ظاهرة تزويج القاصرات وموضوع تزويج القاصرات منذ القدم، لكن بعد 2003 اكيد صار هنالك تغيير، صار هنالك انفتاح، الرواتب صعدت، الوضع الاقتصادي نوعا ما صار جيد. اليوم نتساءل ما السبب لوجود هذه لهذا الموضوع او هذه الظاهرة اللي هو تزويج الفتيات تحت سن ال 18 أحياناً 14 13 15، يعني هذه اليوم يمكن احنا امام مشكلة كبيرة، فياريت تحدثيني عن هذا الموضوع، تفضلي. نعم، تفضلت حضرتك انه بعد 2003 عادت الرواتب والاوضاع، نعم، وربما بما تعني في بواطن كلامك بانه ليس هنالك من مدعى لتزويج الفتيات القاصرات في الاعمار اللي ذكرت فيها حضرتك. لكن إذا احنا ذكرنا بأنه الحروب اللي مر بها العراق، من الحرب العراقية الإيرانية إلى حرب الكويت إلى بعد 2003 الحقيقة المرة اللي صارت، وضع النازحين، زيادة عدد الأرامل، زيادة عدد المختطفين، الأزواج اللي اختطفوا، الأزواج اللي قتلوا، والأزواج اللي استشهدوا، وشغلة داعش، واللي حاربوا بالجيش وتوفوا، بالإضافة إلى كل هذه اللي فقدت معيل الأسرة، الأسرة هنا فقدت معيلها، فهنا المرأة في المجتمع، المرأة في المجتمع يعني صار عندها معاناة من نوع خاص، إنه هذه البنية في وضع اجتماعي يجب أن تكون يكون لها والي ويجب أن يكون لها معين، وعليه يجب أن تقوم بتزويجها وفق يعني ما تستطيع هي، لانه الوضع الاجتماعي اصبح معقد بالنسبه لها، ما شيء سهل انها تقود الاسره لوحدها، هذا بالاضافه الى انه اذا لاحظ الخطوات اللي تعتبر ايجابيه في ما عدا دول العالم الثالث اللي هي الانترنت
وقضايا التواصل الاجتماعي، واللي انفتح عليه العراق مؤخرا مع عدم حلم وإمكانية دقيقة لكيفية التعامل بين الشباب والشابات فيما يخص التواصل. هذا هم المكان، يعني أسمع الأمهات دائما يجون المكتب يقولون من زوجها أحسن، كل شيء أفتح الإنترنت وحاول تليفون وكذا وكذا. هذه همين الشغلات، بالإضافة إلى أنه النفوذ العشائري بعد 2003 ازداد، وأصبح القيادة أصبحت القيادة تقريبا هي الشيوخ العشائر بكل احترام لأنهم، ولكن نعم كيف العشيرة اللي فاتت انتهى الاثنين تزوج. وخصوصا انا اتكلم عن اطراف المحافظات واتكلم عن القرى بشكل يعني، وحتى في العاصمة اللي هي العين مثل ما قلنا اللي زوجها وهو ما تنجو يتحمل مسؤوليتها. نعم الحقيقة الفاكتور والعوامل اللي ادت الى تفاقم هذه الظاهرة وبالتالي تفاقم ظاهرة الطلاق. مدى موضوع نعم الحروب التي حدثت والمشاكل السياسية التي والحروب وداعش وغيرها من هذه المواضيع، إلى أي مدى هذه الأمور أثرت على ازدياد نسبة وأعداد اليتيمات تحديدا في العراق، وبالتالي الإخلاء من هذه المسؤولية وتزويجها وهي قاصر؟ دعني أخبرك بشيء. احنا عندما نحضر مؤتمرات دوليه نلاحظ بانه كل محاضر او كل مشارك بورقه عمل غالبا ما يمتلك احصائيات علميه دقيقه يستطيع ان يبني بها ويستند اليها ويحلل بموجبها وبالتالي يضع الحلول. بتلاحظين نحن اللي يقول لك عندنا احصائيات دقيقه بعدد الايتام او بعدد الارامل، نحن نفتقر لانه احنا من افتقرنا الى تعداد سكاني طيلة أعوام سابقة، وخصوصا هذه الأعوام اللي بالحقيقة تعرض بها العراق إلى اضطرابات وأمواج متلاطمة، كان ينبغي بكل حرف أن تكون هناك أن يكون هناك تعداد سكاني وإحصائيات مستمرة. لم وإن حدثت وقدمت قسم من عندها وزارة التحضير اللي أحيانا كانت نتائجها الصراحة يعني غير منطقية، خصوصا فيما يخص العنف الأسري والأسري تعرض للمرأة، لأن إحنا منظمات بالميدان ونعرف ما يجري. فلا تقول من صحيح، أنا أشكك به وأؤكد على الحاجة إليها، ويجب أن يكون هناك حملة بمختلف الاتجاهات وبمختلف السكتور. طيب يعني سواء كانت في القطاع الخاص في القطاع العام في المنظمات يجب أن يكون هناك إحصائيات متوفرة تبنى عليها بحوث. طيب وتكون هناك نتائج ويكون نعم. هناك خطط واستراتيجيات بموجب هذه النتائج، انا اتكلم علميا. طيب سجنان، هل يمكن اعتبار ظاهرة تزويج الفتيات تحت سن ال 18 عام هي جريمة تهدد الإنسانية؟ طبعا يعني انا شاهدت بعيني، يعني كان اكو زرت احد العوائل ومكانة كانت مسافرية وكانت الامين زوج واحدها 15 سنة، وكان اكو ملاعيب تتعارك هي وطفلتها على الملاعيب، تتعارك هي وطفلة على الملاعيب. للاسف نعم. اي ادراك سينتج مخ يستطيع ان يتعامل مع مجتمع لهذا الطفل، ومن ثم كيف ستستطيع ان تتعامل حتى في محيطها الصغير مع زوجها او زوجها، وغالبا ما تؤدي هذه الايجاد الى الطلاق. حتى الشاب في سامراء، احنا كان عندنا قرا في سامراء في منطقه الجابون قبل داعش، في الحقيقه كانوا يعانون من يعني حتى الشيوخ يحسن بها، يقولون يتزوجون ائمه الجوامع، يتزوجون الشاب في امر صغير، لانه بالحقيقه منذ يتزوجون الشباب والشابات امر صحيح صغير عفوا تسعد بسبب الطلاق بشكل مخيف اذا عندك مخ واحد يضرب جيد، اما ان كان هناك مخين لا يستطيع ما يستطيعون ان يدركون عواقب الامور فهذه كارثه. نعم. طيب سيدة جنان، إلى أي مدى يمكن اعتبار ظاهرة تزويج المرأة تحت سن 18 عام هي من الظواهر التي تمثل إقصاء وتهميش دور المرأة في المجتمع العراقي، على اعتبار راح يتم حرمانها من الدراسة، حرمانها من ممارسة دورها الريادي بالمجتمع، من
من يعني فرض شخصيتها في المجتمع، من أمور كثيرة ربما قد يجهلها الكثير، وخصوصا بعض من يعني ما نريد نسميهم فد مسمى جارح، لكن بعض الذين يريدون تزويج المرأة من الأهل وهي تحت سن 18 عام. ذكرت حضرتك كلمة دقيقة وهي تهميش، وتنظرين لهذه المرأة، تنظرين إلى ماذا؟ إلى المرأة. نعم. تتعرض لهذا النوع من العنف وعداوة هذا. ماذا يخسر المجتمع؟ وماذا لو نظرنا كباحثين إلى الهول سيتويشن، للموقف الكامل، بأنه كم سيكون تأثيرها هل الإيجاد على المجتمع وعلى تراجع المجتمع ككل، اذا ذكرنا بانه المراه مخلوق ذكي وتستطيع ان تنتج وتعطي، وانت اضحيتي هذا البحث. خلونا نطلع من دائره الاسره والمراه من خالص، خلينا نقول المجتمع مرحبا. فاذا بالحقيقه نحن بنرتكب جريمه مو ضد المراه وانما ضد المجتمع ايضا. هذه المراه قد تكون حتى طبيا حتى علميا غير ناضجة بشكل يعني ممكن يقول لك انه احنا بشكل علمي اذا نقص المبايض عند المرأة تستطيع الانجاب، نعم تستطيع الانجاب، طيب تستطيع الزواج، ولكن في بسد ربي هذه هي المشكلة الأكثر. طيب وإذا أخذنا فيما يخص تراجع، انتبهنا إلى تراجع القرى والأرياف وضواحي المدن والمحافظات، فإننا عندما نرى بعيدا سنرى بأننا في الحقيقة نرجوه الى الهاويه لو استمرت هذه الوضعيه بما هي عليه، دون ان يكون هناك راجع واصل هنا الوعي والوعي والوعي. ماذا بعد الزواج؟ ماذا تسأل؟ هذه لازم نوعي بها الاسر ونوعي بها المجتمع عن طريق الاعلام. نعم. وكل مركز مبكره لازم احنا طيب، حضرتك رئيس المركز العراقي لتأهيل المرأة، واللي دائما يعنى بوضع المرأة العراقية ودورها في المجتمع، ويسلط الضوء على دور المرأة بالمجتمع العراقي، هل تطرقتم إلى هذا الموضوع، موضوع زواج القاصرات؟ هل كان هنالك نية لمثلا عمل ندوات تخص هذا الموضوع فيما إذا كان يعني يخص توعية الأهل أو حتى الفتاة؟ حتى نحن استاجبنا النظارة، وكان اكو اجتماعات بين المدارس وبين الاحادي، فكنا نحضر هذه الاجتماعات نسوي ندوات يسموها اجتماع الاباء والامهات، وهذه نتحدث وين نجينا نقدر نروح نتقوى، اي نتحدث وياهم انه من كان يصير عندنا اي مشروع، اي مشروع بغض النظر عن هذا الموضوع، احنا من حقنا كمنظمه انه نحكي فيما نشوفه ملائم كنقطه ارجل سيف او شيء عاجل، يعني نقول احنا جايينكم بالورشه الفلانيه، ولكننا سمح سنة كلمتكم عن هذا الموضوع بدايه لانه طارئ جدا. ف يعني مثلنا وشاركنا بالحملات بالاعلام، دائما انا اطلع واحكي واخواتي في المركز سمينا يطلعون يحشون، ونجيب مديرات اخواتي نجيب في الاداره هي مديره، وهي تشتري المدرسه مالتها. فمثلنا ابدا مثلنا شباب وشابات يعني ابدا ما نسكت، شوفي صاحب الرساله انما جلس يوم تكفي. نعم. لو قعدت القياده الحقيقيه بسياره لو شارك بالشارع، لو حتى لو كنت مشترك مع المرأة في الرساله وتطلع. نعم. الرساله وتطلع. نعم. إلى أي مدى هذا الموضوع سيدة جنان يعني يؤثر على نفسية الفتاة، وخصوصا بعدما تكتشف أنه هي تورطت بهذا الزواج، وكان هناك تبعات كثيرة على هذا الموضوع، وهي لا زالت في سن صغيرة يعني لا تعلم الحياة بطريقة جيدة، إلى أي مدى هذا الموضوع يؤثر على نفسيتها بشكل خاص؟ إذا نحن ناحية نفسية أنا لست ولكني بموجب الاتصال الميداني اكوني اكتب ما تيسر، يعني اللي اقدر اني اليوم التحليلات وابحاثها. القضيه النفسيه بالنسبه للفتاه المتزوجه الصغيره بالعمر، هذه لما هي لا تدرك ما يحدث، ولكنها تتصرف بما لا يتناسب مع المرحله. هي يمكن مضيعه، لغيره هي مو مضيعه، او لغيره مو طاقه لزمان ابوها كان متزوج، ابوها كان معروف ترى المرأة
الشعر بقبل 12 24 يمتلك من زمان عقل وخبرة يمتلك من الخبرة لأستطيع أن أحلل، ولكنها غالبا ما بعد فوات الأوان لسبعة وعشرين تسأليها عائدة تماما عن صوتي صغيرة عن مش بتعرف عن بس وكل الصور وأظل لهم بأهلها بعد ما تراكم عندها كم من الخبرات اللي فعلها. فتلاحظون هم بيحرمون الإنسان من كم خبرات معين معينة في تكوين أسرة ويهتمون بالأسرة قبل. طيب كيف يمكن اليوم أن نصحح الفهم الخاطئ المتوارث أو التقليد المتوارث بالنسبة للأهل اللي هو تزويج الفتاة وهي بعمر صغير؟ تدرين أحد العوامل المهمة اللي تنمي وأكثر العامل الاقتصادي عندما يتوفى الأب وتستحيل المرأة هي المعين وتحت الضغوط الاقتصادية ممكن تزوج البنات حتى تخلص من مصاريفها. فإذا هي تبحث عن حلول، أنا أقول هناك حالات وحدنا هذه الحالات ننظر إلى المكتب ولدينا دائرة، هذه الدائرة هي دائرة مدايرة المكتب هي عبارة عن أولويات الحياة الروتينية، الأولويات اللي راح تكون عندنا هي أنه يكون أكو حلول اقتصادية أولاً، تكون أكو هناك حلول اجتماعية وأرسل على أويرنس توعية ماذا بعد الزواج المبكر، وإن أنا لا أتكلم بالنسبة للوضع أنا أشوف كل قضايا روتينية هي دائرة مش القوانين لازم أبدا ما نسمح للقانون بأن يسمح بتزويج الكافرات إن كان الشرع وأنا أقبل في بعض الحالات نعم تقتل أبوها وتزوج في أبنيات وتقتل هذا الزواج كافرا ويعتبرها يشوف القاضي أنه أوكي أنا أشوف القاضي راح يشوفها ولكن تبقى يعتبرها عقليا ونفسيا على ما أشوفي يعني. نعم. القوانين تحمي المرأة. طيب. على أن تطبق ويتابع تنفيذ القوانين. نعم. نعم السيدة المهندسة جنان مبارك رئيس المركز العراقي لتأهيل المرأة، شكرا لك ولهذه المداخلة. تحية لك سيدة جنان وشكرا جزيلا. شكرا لك حاملة الرسالة الإعلامية. شكرا شكرا لك. الطريقة الروتينية والغريبة في عقد زواج القاصرين ممن تزوجوا خارج المحاكم فهي أن تقيم الزوجة القاصر دعوى على زوجها سواء كان قاصر أم لا، تتهمه فيها بأنه تزوجها خارج المحكمة وتطلب من القاضي إنصافها وإجباره على تصديق عقد زواجها الشرعي أمام رجل الدين داخل المحكمة، فيقرر القاضي منح الزوج فرصة أخيرة ضمن مدة زمنية محددة لعقد القران داخل المحكمة، وهو ما يحدث بالفعل. وأمام هذا الظهور الجديد للزواج بقي الزواج المتأخر يسير إلى جانبه، ومعظم الذين يفضلون الزواج المتأخر هم المتعلمون إذ ينتظرون التخرج من الجامعة والحصول على وظيفة أو فرصة عمل مناسبة ثم الإعداد للزواج بعد سنوات من التخرج بحسب ظروف كل شخص. واللافت في العراق إلى أنه عند تأخر أي رجل أو امرأة عن الزواج فهذا لا يعني أن القطار فاته أو فاتها بعد عبور سن معين، فعروض الزواج تستمر حتى سن متأخرة قد تتجاوز 50 أحيانا، علما أن الشريك المتوقع للمرأة التي تجاوزت عتبة منتصف الثلاثينيات يكون إما خارجا من تجربة زواج سابقة أو أرمل مع أطفال يحتاجون إلى الرعاية. طبعا بهذا الموضوع ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة إرغام الفتيات على الزواج بسن مبكر وأخذت منحى جديد من حيث الأسباب وصيغ الإرغام. فمنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى بداية السبعينات كانت الفتاة عرضة للزواج من رجل غريب أو من المقربين للعائلة لأن ولي أمرها ارتأى أن يمنحها لهذا الرجل كأي سلعة تهدى من دون أن يكون لها حق الاعتراض أو مجرد إبداء الرأي، كما أنها كانت تمنح لرجل من قبيلة أخرى كجزء من دية تتفق عليها العشيرتان لحل خلافات ناشبة بينهما وتسمى بالفصلية، والفتاتان المهدات والفصلية ليس لهما حق المطالبة بالتفريق أو حتى الطلاق لأنهما مجردتان من حقوقهما وفقا للأعراف العشائرية. ولذلك فأن الحولية الديموغرافية التي تصدرها الأمم المتحدة نشرت عام 1968 جدولا لحالة
حالات الطلاق في 9 دول عربية خلال الأعوام بين 63 حتى 67، وبينت حينها أن نسبة العراق في معدلات الطلاق هي الأقل في الجدول، بينما جاءت مصر في مقدمتها. أيضا مشاهدينا، حتى نتكلم أكثر بخصوص هذا الموضوع، موضوع تزويج القاصرات تحت سن الفتيات تحت سن 18 عام، من الناحية القانونية والدستورية وأيضا الشرعية نتكلم. تنضم معنا عبر الهاتف الدكتورة بشرى العبيدي، القانونية وأيضا عضو سابق بلجنة حقوق الإنسان. مساء الخير دكتورة، وأهلا ومرحبا بك، تحية لك. مساء النور، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا دكتورة. بداية اليوم موضوعنا يتكلم حول ظاهرة تزويج الفتيات تحت سن 18 سنة، إلى أي مدى القانون العراقي يضمن حق الفتاة التي تتزوج تحت هذا السن، سن 18 عام، أي بعام 15 أو 14 أو 13، يعني وصولا إلى 18 سنة؟ هو حقيقة الأهلية، سن أهلية الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 59 هو 18 سنة. نعم. استثناء في محل من أتم ال 15 سنة بالزواج ولكن وفق شروط، اللي هي إذن القاضي، الحالة الاضطرارية، الحاجة الماسة، بعد ما يوافق القاضي على هالشيء، اكو شروط محددة سمحوا بها بالزواج بتمام سن ال 15 سنه. تحت سن ال 15 سنه بدون هذه الظروف او تحت سن ال 18 سنه لا يجوز مطلقا تزويج من لم يصل الى احد هذين السنين، لكن للاسف اللي بيصير انه بيصير في حالات زواج تحت هذه الاعمار المحدده بموجب قانون الاخيار الشخصيه، وبيتم خارج نطاق المحكمه، لأنه في المحكمة القاضي لا يوافق مطلقا على تزويج لم يصل إلى سن أهلية الزواج، فالزواج يصير بيسموه زواج رجل الدين سيد أو بالضبط. يعني اليوم هذا الزواج دكتورة، عفوا للمقاطعة، طيب دكتورة، في المحكمة، وهذا حيولد لنا مشاكل قانونية كبيرة جدا جدا لما يروح بعدين الشخص بمحاولة لإجراء تثبيت أو توثيق بالمحكمة، راح يواجه مشكلة لأنه هو خالف القانون. طيب. القاضي أيضا لا يستطيع أن يخرج عن نطاق تطبيق القانون في مثل هذه الأحوال. طيب دكتورة، يعني شوي أرجع لهذا الموضوع حتى يعني تتوضح الأمور أكثر. الزواج خارج المحاكم هل هو قانوني؟ الزواج الذي يتم بموافقة وبعقد رجل دين أو ربما ما يسمى بالخبير الديني القضائي، هل هذا زواج شرعي وقانوني؟ شرعي قانوني، نحكي عن الناحية القانونية، ولكنه ليس قانوني. أها. القانون ممنع. نعم. القانون لم يمنع الزواج لدى رجل الدين اللي هو يسموه السيد، ممنع بشرط ان يكون هناك توثيق لهذا العقد في المحكمة اللي هو لدى المحاكم العراقية، دون هذا التوثيق ماكو حقوق. نعم. ما يستطيع الطرف الاثبات بموجب العقد غير المصدق قانونا او امام القضاء. طيب. يبقى بس انت الخبير الشرعي، ما عندنا حاليا شيء اسمه خبير شرعي. هذا فكرة طرحت يعني يكون هناك خبراء شريعة إسلامية في المحكمة الاتحادية، عددهم 4 يضعون مع القضاة، وهذا مرفوض، هذا مرفوض قانونا ودستورا، وحتى في المجال القضائي كم لا يجوز، لا يجوز أن يتولى القضاء سوى من لديه الإجازة القضائية، أي من درس في المعهد القضائي واستحصل على النجاح لاجتياز الامتحان والحصول على درجة أن يكون قاضي، غير ما يجوز أن يبث بالأمور القضائية، ولكن الخبراء يأخذ القاضي برأيهم حتى لو بشكل إلزامي، قانون لا يلزم القاضي ولكنه يأخذ بآرائهم على سبيل الاستئناف، فبالتالي مسألة طيب. الخبير القضائي أيضا الخبير الشرعي مصيبة، مو بس مشكلة، مصيبة كبيرة إذا تم إقرارها في
قانون الاتحاد محكمة الاتحادية. طيب دكتورة، يعني قبل ما ندخل بموضوع تأثير هذا الموضوع على الفتاة، وأيضا نتكلم عن دور المرأة بشكل بسيط في المجتمع وإلى مدى يؤثر هذا الموضوع على وجودها وكيانها في المجتمع، هل هنالك أضرار أو هل هنالك واجبات أو عقوبات قانونية تترتب على الأهل في حال ممن لم يلتزم بهذه الشروط، شرط المحكمة أو يزوج الفتاة تحت السن القانوني؟ طبعا قانون الأحوال الشخصية أدرج جملة من العقوبات لمن يخالف أحكامه. نعم. مسألة تزويج القاصرات، إذا نجي إلى التحليل القانوني، إن أدنى المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية عاقبت بالحبس مدة ما تزيد عن 3 سنوات القريب من الدرجة الأولى، الذي يجبر طرف من أطراف العلاقة الزوجية على الزواج أو يمنعهم عن الزواج. نعم. أما من هم خارج الدرجة الأولى وسلك مثل هذا المسلك فعقوبته جناية، اللي هي السجن مدة ما تزيد عن 10 سنوات. المشكلة وين؟ نعم. إنه مثل هذه العقوبات حتى يفرضها القاضي لازم تتحرك شكوى. المشكلة إنه في بموجب قانون في المحاكمات الجزائية وحتى نفس قانون الأحوال الشخصية رهن مسألة تحريك الشكوى بالشخص المتضرر. يعني بالفتاة. نعم. الشخص المتضرر غالبا هو البنت. طيب مين البنت اللي تتجرأ انه تروح تشكي اهلها اللي اجبروها على الزواج او نهوا عن يسمى المنع من الزواج؟ ماكو ادنى مثل هذا الشيء، ما صاير، لا يصير ولا راح يصير، لانه راح تتعاقب اجتماعيا وعائليا. انا اجزم لك انه اذا قدرت توصل الى باب المحكمه وتشتكي او الى باب الشرطه وتشتكي ما راح تطلع على قيد الحياه. توصل للباب يكتلوا على باب المركز. طيب دكتور، ما عندنا هذه الحمايه للبنت، لهذا احنا قانون مشروع قانون الحمايه من العنف الاسري وضعنا ناس انه ما تصير مثل هذه الجرائم مرهونه فقط بالشكوى من الشخص المتضرر، وانما يشتكي بها كل من علم بوقوع حاله عنف اسري، واعتبرنا هذه الحالات من التزويج القسري او تزويج القاصرات. طيب. او الدين عن الزوج اعتبرناها شكل من اشكال العنف الاسري، وبالتالي يعني قدرنا انه يوفر بهيجي شكل راح تتوفر ضمانه لتطبيق القانون. الماده 9 من قانون الاحوال الشخصيه تقي بالناس على عشرات السنين ما متطبقه. ما متطبقه لانه لا يمكن تطبيقها لانها مرهونه بالشكوى من الشخص المتضرر. طيب دكتورة، يعني بحسب إحصائيات رسمية وقانونية، ما هي أبرز المناطق التي تكثر فيها حالات تزويج الفتيات بسن مبكر أو تزويج الفتيات القاصرات؟ الجنوب وأقصى الشمال. هي هاي أكثر لأنها مناطق عشائرية. نعم. فبالتالي تكثر بها حالات التزويج للقاصرات وحالات النهوة وحالات التزويج القسري. تلقيها اكثر شيء بهذه المناطق. انا قبل فتره يعني اجريت بحث عن مشكلتي التزويج القسري والقتل غسلا للعار، لقيتها تتركز بشكل مخيف جدا في مناطق القرى الشماليه وفي مناطق الجنوب. طيب. لانها مناطق مسيطر عليها عشائريا، يضعف بها تطبيق القانون الى درجه كبيره جدا يكاد يتلاشى. تطبيق القانون بالمدن والمناطق الحضرية هذا القانون بالذات هذه المادة ما تتطبق، فما بالك بالمناطق المسيطر عليها عشائريا. هذه قبل فترة، حاليا لا، حتى بدأت تزحف إلى داخل مراكز المدن، يعني حتى في بغداد بدأت تكثر حالات تزويج القاصرات، لأنه صار ضعف رهيب في مسألة التطبيق القانون وفي مسألة اللجوء إلى القضاء، وحتى القاضي أصبح محرج. يعني أنا التقيت أكثر من قاضي في هذا الموضوع، يا ليش ما تطبقون القانون لما يجوكم يريدون يصدقون على العقد المعقد خارج المحكمة لمن هي أقل من سن القانون للزواج، ليش ما توجهون العقوبة لهذا الشخص أو للمسؤول عن تزويجه؟
يقول ادري شلون يعني هو من حقه، يقول شلون اي احكم عليهم وهي جايتني حامل او بيدها طفل؟ زي ما هذا قانون يعتبر ابن زنا. اذا ما يصدق العقد هذا الطفل راح يعتبر ابن زنا. نعم. وبكل لا يمكن الاعتراف به بشكل رسمي. شرعية ولا قانونية. فأنا يصبح مضطر أمام مثل هذه الحالة، مضطر ومو قانوني، ولكنه مضطر أن يصادق العقد إذا جاء إلى المحكمة لتصديقه. وفي أغلب الأحيان طبعاً ما تصدق، يعني قرأت الإحصائيات اللي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى في مسألة الزواجات خارج المحكمة. تصدقون ضعف الزواجات اللي داخل المحكمة؟ هذا مخيف، هذا مخيف جدا. نعم. يعني هذا معناته هذا الكم الهائل من الزيجات اللي تعقد خارج المحكمة، ما أعرف أهاليتهم يدرون أن ذولا بلا حقوق، ولا يمكن لأي طرف من أطرافها من ممكن أن يحتج بالمطالبة بحقوقه أمام المحكمة وهو عقده خارج نطاق المحكمة. عندهم علم أنه ذولا الأولاد اللي راح ينتجون عن هذه العلاقه الزوجيه اللي عقدت خارج نطاق المحكمه مشكله، ولا الاولاد غير معترف بهم قانونا؟ طيب دكتوره، ولا يمكن ان يكون لهم حقوق قانونيه؟ دكتوره بشرى، يعني قبل سنتين مثل ما تعرفين كان هنالك مقترح لتعديل قانون الاحوال الشخصيه والذي يخص زواج القاصرات، اين وصل؟ نعم. هذا الموضوع؟ والله هو كان وما يزال طالعين بغير صيغه. نعم. حتى يحاولون يلتفون على موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وكلها تدور حول إرجاع تطبيق مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، هسه طالعين بغير فكرة، الفكرة اللي طالعين بها اليوم يريدون يعدلون مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية اللي هي المادة 58 تحت لا حجة واهية، اللي هي أنه والله الأب محروم من مشاهدة ابنه أو رئاسه، القانون ما حارمه. نعم. القانون مادة 58 مادة 57 ما حارم الأب من مشاهدة ابنه، بالعكس هذه المادة هي ناقصة على وجوب متابعة الأب لابنه لأب الحاضنة ووجوب رئاسه، لكن التطبيق القانوني لهذه المادة هو اللي بيصير بخطأ. فبالتالي احنا كان مقترحنا أن يكون هناك تعليمات تصدر عن مجلس القضاء الأعلى لتنظيم مسألة مشاهدة الأب لابنه وآلية رعايته له، مو بس الأب وحتى عائلة الأب. المهم احنا عندنا شيء واحد مهم اللي هو سبق الحضانة للأم. أما مسألة مراعاة الأب لابنه نهائيا ماكو أي منع من المسألة هذه، لكن هذه كلها هاي الحركة هي حركة انتفاض لإعادة إنتاج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، لأنه لا تجيب من سنة 2003 اللي هو تاريخ صدور قرار مجلس الحكم رقم 137 اللي ألغى به قانون الأحوال الشخصية وأعاد إلى قانون تطبيق الأحكام الشريعة الإسلامية كل حسب مذهبه. طيب. وصارت الحركة المثلية ضد هذا الموضوع، رجعوا أنتجوا هذا الموضوع بال 2005 في كتابة الدستور في المادة 41 وراها بأربع سنوات، يعني بتشوفين كل فترة كل سنتين ثلاثة يرجعون إلى نفس النقطة اللي هي وجوب إعادة تطبيق مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية. طيب. هذا الشيء لا يمكن أن يكون، لأنه المجلس مناهضة التمييز ضد المرأة في التوصيات الخاصة الصادرة بشأن العراق في مجال تطبيق الاتفاقية السيداو بتوصيتين عاجلة مشددة للحكومة العراقية بها إلزام بسحب قانون الأحوال الشخصية الجعفرية. طيب. من كان مشروع وإلغاء المادة 41 من الدستور العراقي. دكتورة. هذا إلزام للحكومة العراقية ليس الملحة. طيب. طيب دكتورة، يعني نظرا يعني لضيق الوقت بسؤال أخير، هل تزويج القاصرات بمجتمعنا العراقي تحديدا يمثل جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها الأهل في حال إذا أجبروا الفتاة على تزويجها وهي تحت عمر الـ 18؟ هل يعاقب عليها الأهل قانونيا وهل تعتبر جريمة ضد الإنسانية بحق الفتاة؟ بالمناسبة هي جريمة ضد الإنسانية، هي جريمة اتجار بالبشر. نعم. إذا ترجعين إلى قانون
مكافحة الاتجار بالبشر، تعريف الاتجار بالبشر راح تلزم بالمادة واحد ما ينطبق لموضوع تزويج القاصرات، وبعتبرها هذا شكل من أشكال الاتجار بالبشر. نعم. وأيضا هي جريمة ضد الإنسانية، لأنها جريمة ضد الفطرة، حتى مناهضة يعني من الاتفاقية الخاصة بالطفل اللي مصادق عليه العراق بوجود قانون، هذا ضد هاي الاتفاقية. ما هاي كلها راح نسأل عليها دوليا، هذه تضعف من المركز الدولي للعراق أمام المجتمع الدولي، وتحد من إمكانية تسلمها لمراكز متقدمة في الهيئة الأمم المتحدة وفي مكانته في المجتمع الدولي. نعم. قانونا وطنيا هي جريمة بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 59، وأيضا بموجب قانون مكافحة الاتجار البشري رقم 28 لسنة 2012. نعم الدكتورة بشرى العبيدي القانونية وأيضا عضو سابق بلجنة حقوق الإنسان، شكرا لك ولهذه المداخلة المهمة، تحية لك، شكرا دكتورة.